النشا والهنا والرجا في هوا في هوا. نحن الآن في ذكرى ثورة المجيدي، فنحن بإذن الله صامدون على موقفنا الثابت لإسقاط بشار الأسد ومن والاه، ونطالب الفصائل بالتوحد والحكومات بالتوحد لأجل تحرير البلاد وإسقاط هذا الطاغية بإذن الله تعالى. صارت 120 ثورتنا مستمرين اليوم السنة 11 للثورة المباركة المجيدي. أتينا من كل حدب وصوب حتى نجدد كلمتنا، ألا وهي الشعب يريد إسقاط النظام. مستمرين في هذه الثورة حتى تحقيق أهدافها بالوحدة والحرية والكرامة بإذن الله. لقنا روحك لا تبكي يا حرة، عشر سنة لسه مكملين الثورة ماضين. تحية لكل شهيد، تحية لكل الحرائر، تحية لكل المناضلين اللي عم يناضلوا على الجبهات لسه عندهم حلم بتحرير كافر سوريا. تحية لكل حدا عم يشارك اليوم المظاهرة، وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله. الحرائر كان في لها دور كبير بالمشاركة الفعالية اليوم، عم يقدوا بإذن الله كلياتنا بيد وحدة حتى آخر نقطة دم للتحرير. بالتعب والراحة بالكسب والصراحة يلعن كل القرداحة، أيوة لك بالتعب والراحة.